المركز الموريتاني للفنون وتنمية المهارات يطلق نسخة الثالثة من كرنفال التنمية الثقافية وتعزيز الروابط عن طريق الفنون احتفاء بالعيد الدولي للطفل وسط مشاركة العديد من الفاعلين والمهتمين بالمجال. رئيسة المركز قالت في كلمتها إن إطلاق النسخة الثالثة من الكرنفال يتزامن مع اليوم الدولي للطفل في وقت يتعرض فيه أطفال غزة لإبادة جماعية في تحدي صارخ لكل المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالطفل. نحتفل اليوم بذكرى اليوم العالمي للطفل وصغار غزة يبادون بين شهداء وجرحى ومفقودين ومعتقلين، فأين حقوق الطفل وأين الاتفاقيات والمعاهدات التي تقف أمام انتهاكات حقوق الإنسان؟ إن هذا الكرنفال جاء ليدخل البسمة والسرور على شفاه أطفال مرضى السرطان من خلال دعم إنساني عبر ريع لوحات فنية أبدعتها أنامل أساتذة وطلاب المركز ومشاركين في هذه الفعالية. ويسعى المركز إلى تعزيز الروابط مع الجمعيات المساهمة في الكرنفال من خلال تنظيم أنشطة مختلفة تشمل مسابقات ترفيهية وإعداد وكلات شعبية ومزاد علني لبيع اللوحات الفنية لصالح أطفال مرضى السرطان. شاكرين كرنفال مركز الفنون والتنمية تنمية المهارات نسختهم الثالثة الحمد لله، يعني ثلاث أعوام من العطاء ومن هذه اللوحات اللي شاهدين على هذا الإنجاز العظيم. نسختهم هي تعزيز الروابط عن طريق الفنون وتعزيز الروابط بين الجمعيات، دعاونا هذا العام مشاركة معهم ومساهمين جزاهم الله خيرا 60% من مبيعاتهم، لذلك لا تبخلوا أنكم تشروا وتساهموا باللي له يعود إن شاء الله بإذن الله تعالى، هذا في صالح الأطفال مرضى السرطان. ويقول القائمون على المركز أن تنمية مهارات الأطفال وربط الجيل اليافع بالجذور والتاريخ الثقافي للبلد وتطوير الكادر البشري تمثل أهم أهدافه التي يسعى إلى تحقيقها، إضافة إلى دعم أطفال الطبقة الفقيرة لضمان تميزهم الدراسي.